السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أكدت مصادر جد مطلعة لموقع أخبارنا المغربية أن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية تلقت تعليمات صارمة من أجل السهر على التطبيق الحازم لتدابير الحجر الصحية خلال أول أيام عيد الفطر السعيد. وقالت مصادرنا أن التعليمات التي تلقتها الفرق الميدانية تشدد على عدم التساهل مع أي شخص ضبط خارج منزله دون سبب قاهر يوم العيد، خاصة وأن المحلات التجارية والأسواق ستكون مغلقة وقتها. وشددت مصادرنا أن الأمر لا يتعلق نهائيا بفضل حظر للتجول، وإنما تشديد المراقبة عبر الزيادة في الدوريات الأمنية التي تجوب الأحياء والشوارع. للإشارة، فإن جميع محلات البقالة وأسواق الخضر والفواكه والأسواق الكبرى والمخبزات ستكون مقفلة يوم العيد، على أن تعود لفتح أبوابها مجددا في اليوم الموالي، مع احترام فتح وإغلاق المحلات في الوقت الذي حددته السلطات المحلية. نشكركم على حسن المتابعة.